نرجو أن تبينوا البيان الكامل للزيارة الشرعية لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وما حكم من يذهبون ويقفون عند القبر ويطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقضي حاجتهم، ويستشهدون بقوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، الآية. زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مشروعة ومستحبة لأجل الصلاة فيه، قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا عن 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة فيما سواه. فالسفر لزيارة المسجد الحرام للصلاة فيه والاعتكاف فيه، أو للمسجد النبوي للصلاة فيه والاعتكاف فيه، هذا أمر مطلوب ومشروع وفيه أجر عظيم. وأما زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فهي مستحبة كسائر القبور، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة. زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من القبور مشروعة إذا كان القصد منها السلام على الرسول أو على الميت، السلام والدعاء للميت هذا مشروع. أما إذا كان القصد من زيارة القبور التبرك بها أو طلب الحوائج من الأموات هذا شرك، هذا شرك أكبر ودعاء لغير الله سبحانه وتعالى. وأما قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله استغفر لهم الرسول، هذا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أن كان حيا يذهبون إلى الرسول ويعتذرون إذا أخطأوا ويطلبون من الرسول الاستغفار لهم يوم أن كان حيا، أما بعد وفاته فلا يذهب إلى قبره لطلب المغفرة، لأن هذا شيء لم يفعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته، ما كانوا يذهبون إلى قبر الرسول ويقولون له: استغفر لنا يا رسول الله، ما كانوا يطلبون منه الدعاء ولا يطلبون منه الاستغفار لهم كما كان هذا في حال حياته. ففرق بين حالة الموت وحالة الحياة، ولا يسوي بينهما إلا ضال مضل، فرق بين الحياة والموت. ثم أيضا لفظ الآية: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، إذ لما مضى من الزمان، ولم يقل ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم التي هي للمستقبل، فهي في قضية مضت وانتهت، وذلك أن جماعة أرادوا أن يتحاكموا إلى غير الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، جماعة من المنافقين أرادوا أن يتحاكموا إلى غير الرسول صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لو تابوا إلى الله وجاءوا وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم الاستغفار لهم لغفر الله لهم. هذا في قضية خاصة، ولو أنهم إذ ظلموا، هذا ما في عموم حتى يقال هذا عام، لو أنهم هذا ضمير ما في عموم، لو أنه قال ولو أن المسلمين أو المؤمنين إذ ظلموا أنفسهم صار لفظ عام، لكن ولو أنهم هذا ما هو بلفظ عام، هذه قضية خاصة انتهت في وقتها، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يطلب منه شيء بعد موته، وإنما يزار ويسلم عليه ويصلى عليه، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، هذا المطلوب منا. نعم.